تستقمر هذه الزخات المطرية التي ستكون قوية بإذن الله على مستوى مدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس. لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة للتوصل بكل أخبار الطقس بالمغرب وفق آخر تحديثات النماذج العالمية. نستهل متابعينا الكرام حالة الطقس لهذا اليوم بتوقعات يوم الاثنين 27 نوفمبر، حيث من المتوقع أن تعرف المملكة أجواء صافية نسبيا على مستوى معظم مناطق البلاد، ومن المتوقع أن تعرف أقصى شمال المغرب نزول بعض الزخات المطرية على مستوى الواجهة الغربية للمغرب وعلى مستوى طنجة وأصيلة، ولكن ستكون هذه التساقطات ضعيفة ومتفرقة ومنعدمة نسبيا. هذا من المتوقع إن شاء الله كذلك أن تستمر هذه الأجواء المستقرة على مستوى يومه الثلاثاء بحول الله وقوته، أجواء مستقرة على مستوى معظم مناطق البلاد مع تسجيل انخفاض في درجة الحرارة خصوصا على مستوى المرتفعات وكذلك على مستوى الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية للبلاد. وفيما يخص متابعينا الكرام حالة الطقس ليوم الأربعاء 29 نوفمبر، فمن المتوقع دائما أن تستمر الأجواء المستقرة نسبيا على مستوى معظم مناطق بلادنا المغرب. هذا ومن المتوقع إن شاء الله كذلك متابعينا الكرام على مستوى يومه الخميس 30 نوفمبر أن تستمر الأجواء المستقرة والهادئة على مستوى معظم مناطق البلاد مع اقتراب منخفض جوي على مستوى الواجهة الغربية لبلادنا المغرب، حيث من المتوقع مساء يوم الخميس أن تعرف الواجهة الشمالية هبوب رياح غربية ستكون متوسطة إلى قوية. وفيما يخص متابعينا الكرام منتصف ليلة الخميس وبداية يوم الجمعة، فمن المتوقع أن تستقبل المناطق الشمالية الغربية للبلاد نزول تساقطات مطرية على مستوى هذه المناطق، حيث من المتوقع أن تغطي هذه التساقطات المطرية مدينة طنجة الشرفات أصيلة وكذلك الخرب، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة مع احتمال تشكل الغيوم على مستوى مدينة شفشاونة. وخلال الفترة الصباحية دائما من المحتمل إن شاء الله أن تستمر هذه الزخات المطرية التي ستكون قوية بإذن الله على مستوى مدينة أصيل العرائش وكذلك على مستوى الشرفات، ونزول تساقطات مطرية متوسطة على مستوى مدينة طنجة وتطوان وكذلك الخروب وكذلك ولاد لو شفشاون القصر الكبير. ومن المتوقع خلال فترة بعد الزوال أن تستمر هذه الأجواء المضطربة على مستوى مدينة شرفات تطوان الخروب أصيلة وكذلك العرائش وكذلك ولد لو، وتعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل تدريجي على مستوى الواجهة الشمالية بداية من مساء يوم الجمعة، حيث خلال الفترة المسائية دائما بالنسبة للمناطق الغربية للبلاد من المتوقع دائما أن تستمر هذه الأجواء المضطربة على مستوى مدينة تطوان ولاد لو الخروب والعرائش، مع استمرار الأجواء المستقرة على مستوى باقي المناطق الشمالية لبلادنا المغرب وكذلك المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية. هذا فيما يخص متابعينا الكرام حالة الطقس الخاصة بهذه الأيام. نلتقي في نشرة قادمة بإذن الله ووفق مستجدات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.